شنت مقاتلة التحالف العربي 11 غارة جوية على مواقع ميليشيات الحوثي في محافظة حجة. وقال التحالف أن الغارات أسفرت عن تدمير 8 آليات عسكرية للحوثيين. ومنذ 4 فبراير الجاري تشهد مدينة حرز شمال حجة معارك متواصلة إثر عملية عسكرية لقوات الجيش الوطني لإستعادة المدينة من قبضة الحوثيين. تواصل قوات الجيش والمقاومة الشعبية خوض معاركها القتالية على امتداد خط المواجهات العسكرية جنوب محافظة مأرب وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثي الإيرانية. وأكد مصدر أن قوات الجيش والمقاومة خاضت معارك بطولية إثر محاولة هجوم للميليشيات تركزت على مواقع بجبهتي ملعاء وأمريش، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإيرانية قتل وجرحى وخسائر أخرى في المعدات. وأوضح المصدر أن الميليشيات في هجومها حاولت استعادة بعض المواقع التي خسرتها في الفترة الأخيرة، إلا أنها منيت بهزيمة كبيرة على أيدي أبطال الجيش والمقاومة. قال الجيش الوطني أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية ومادية في محافظة الجوف. وأوضح المركز الإعلامي للجيش أن مدفعية الجيش قصفت تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات الحوثية في الجبهة الشمالية لمحافظة الجوف. وأكد المركز أن القصف المركز لمدفعية الجيش الوطني أسفر عن تكبيد الميليشيات الإنقلابية خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. شنت وحدة المدفعية التابعة للقوات المشتركة بجبهة شمال غرب الضالع قصفا مكثفا استهدفت فيه مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شمال شرق مديرية الحشة. وأفادت مصادر عسكرية أن المدفعية استهدفت مواقع حوثية في مناطق الضفير وأسفل جبل المصيوح في الثوخة بردا على قصف عشوائي للميليشيات الإرهابية تجاه بلدتي المشاريح والمرياح الآهلة بسكان. كما أخمدت ضربات المدفعية مصادر نيران الميليشيات الإرهابية وحققت أهدافها بدقة ومنعت تماديها في استهداف المناطق السكنية والمدنية. شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفا عشوائيا على منازل المواطنين في منطقة المشاريح شمال غربي محافظة الضالع. وقالت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية استهدفت المناطق السكنية في المشاريح وحجر بالأسلحة المتوسطة، وأشارت إلى أن الميليشيات شنت قصفا مكثفا من مواقع تمركزها في الضفير والمصيوح والثوخب، وتسبب القصف الحوثي بحالة من الذعر لدى سكان تلك المناطق لا سيما النساء والأطفال. أصيبت أم واثنان من أبنائها بشظايا قذيفة لميليشيات الحوثي الإرهابية في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز. وأفادت مصادر محلية أن قذيفة لميليشيات الحوثية استهدفت منزلا في منطقة العبدلة، نتج عنها إصابة الأم واثنين من أبنائها، أحدهم بترت يده وجروح مختلفة في أنحاء متفرقة من أجسادهم، وتم نقلهم للعلاج. كما أصيبت الطفلة مريم الزبيري 12 عاما بطلقة قناص للميليشيات الحوثية استقرت بالرأس شمال المدينة، وتم إسعافها لتلقي العلاج.